واش في اخبارك اخي المؤمن ان احب الاعمال الى الله عز وجل هي الصلاه على وقتها، والصلاه هي عمود هذا الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. يعني من الواجب علينا احنا كمسلمين نتعلموا الطريقه الصحيحه ديال الصلاه. اذا من بعد ما كنتهيو من الوضوء كنجيو للبلاصه اللي غنصليو فيها، وبطبيعه الحال كنكونوا دايرين النيه ديال شنو الصلاه غنصليو، واش الظهر او العصر او المغرب الى اخره. والنيه المحل ديالها هو القلب، ما كنقولوهاش بالفم ديالنا بسم الله غنصلي الظهر الله اكبر، هذا خطا. النية المحل ديالها هو القلب، والفائدة من النية هو تمييز العبادات بعضها عن بعض. يعني بالنية غنميز الظهر للعصر، المغرب على العشاء، السنة على الفريضة، العادة على العبادة إلى آخره. إذا أول حاجة كنبداو بها ملي كنجيو هي إقامة الصلاة. كاين بزاف ديال الصيغ من بينها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وبالنسبه للنساء بلا ما يقيموا الصلاه مباشره تكبيره الاحرام، والوقوف كيكون باعتدال وباستقامه، ما كنفعوش رجلنا بزاف وما كنسدوهش بزاف. كاين اللي كيصلي هكا، هذا خطا. الصلاه كيكونوا رجلين مع الكتفين مرتاح واقف، وكنديروا تكبيره الاحرام بلا ما نقولوا عندنا في الشرجه بسم الله الله اكبر. التعوذ والبسمله كيكونوا بعد تكبيره الاحرام ماشي قبل تكبيره الاحرام، والتكبيره كتكون حدا الكتفين او حدا الاذنين. هذه الطريقه هذه، الله اكبر. وكنديروا اليد اليمنى على اليد اليسرى، ما كنصليوش هكا بحال الروبو، كنديروا القبض، هذا هو الثابت والصحيح. وكنشوفوا في موضع السجود، ومن السنه قبل الفاتحه نديروا دعاء استفتاح. كاينين بزاف في الصياغ اصح ما ثبت فيها، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. او نحفظ الدعاء اللي هو ساهل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. مراها كنقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكنقراو الفاتحه وما تيسر من القران. الا كنا نصليو الظهر او العصر كنقراو بالسر، يعني كنحركوا عين اللسان ديالنا والشفتين ديالنا. والا كنا نصليو المغرب او العشاء او الصبح راه كنجهروا، يعني كنسمعوا الاذنين ديالنا كنرفعوا الصوت ديالنا. وحتى العيالات يعني النساء راه كيجهروا حتى هما في الصلاه، الا كانوا حداهم الرجال الاجانب كيصليو بالسر. اما الا كانوا العيالات بوحديتهم او حداهم محارم ديالهم خاها بوها عمه، راه يمكن لها تجهر في الصلاه ديالها.